اهلا وسهلا البنات، كديري لاباس عليكم؟ كلشي بخير مع فيديو جديد ان شاء الله. اختبيتو معكم هكذا البنات، تتم بعد ديال البارح. المهم غير هو واحد الفيديو اليوم جديد هذا البنات صراحه، ديال الفطور ديال المهم. كملت معكم الفيديو، غنكمل معكم ان شاء الله من هنا وحتى السحور. غنبارطاجي معكم ان شاء الله واحد التحليه غنديرها في السحور ان شاء الله. بزاف الحوايج ان شاء الله غنديرهم في هذا الفيديو ده. غنقولك اختي دخلتي فضلا وليس امرا اختي، ما تنسانيش واحد لايك للقناه، الفيديو زعما اللي غتشوفي قدامك، وبارطاج وشي تعليق زوين، واخا ديري غير قولي بحالك يكون زوين، كافي بالنسبه ليا. كتكبري بيا الله يكبر بيك. جبت البنات لاب باريزيان حتى هو نحطو الفطور. عرفتي البنات صراحه هاد رمضان هذا والله ما عجنت الخبز، ما نكذبش عليكم، اصلا رمضان كتشري غير باريزيان كيجي زوين. صافي حطيت البنات هذوك ديك الحلوه، هذيك اللي كتشوف الطبسي اللي وريتكم هذيك جابتها لي واحد صاحبتي، عرفتي زوينه ديال التركيين، المهم مذاقها بحال ديال التركيين ديك اللي كتشوفو في التلفازه وداك الشيء. وسلو شويه الزيتون عصير خلاص واحد غنخشيه في الثلاجه، واحد غادي باغي حطيتهم باش نصور بهم وصافي. وشنو اخر؟ صافي البنات حطيت الفطور، غنعمر غير اتاي. المهم غنبارطاجي معكم، بزاف كيبقاو يدوني على اتاي. دابا واحد المتبعه كتبات ليا دنيا وليت شلي اتاي ياكو، صراحه ديما كينصحوني، ولكن انا البنات والله ماشي ما كنبغي زعما ما كنديش على النصيحه ديالكم ولا شي حاجه، ولكن البنات انا مولفاش كنشل الاتاي. انا فايته كنشل داك اتاي ديال 4011، اما هذا الشيء اللي عندي ما كيصلحش يتشلى، ولكن ان شاء الله يلاه غادي نجرب نشلو. هانتوما الفطائر اللي حطيت البارح ما قربتهمش تشوفوهم مزيان، صراحه البنات كيجيو زوينين. وشكرا بزاف حتى الفيديو اللي حطيتو ليكم، حتى شي 4 ديال البنات ما شاء الله في الواتساب اللي جربوهم وصوروا ليا، الله يكبر بكم. الحمد لله كنفرح بزاف بزاف، صوروا لي بني شوفي كجاوا واعرين. الحمد لله الحمد لله، ملي كتثقوا في دنيا والحمد لله ملي نتوما معايا ديما. سلقت البنات البيض ضروري اختي، الطبله ضروري نحط فيها البيض، البيض ضروري. صافي هنا درت البنات الماء كيطيب باش نعمر اتاي، البيض كيتسلق. حطيت الطبيله، قالي دابا اتاي والبيض. شنو اخر؟ صافي هادشي واقيلا اللي بقى ليا. المهم فيديو غيكون زوين، المهم واعر. غادي عندي ان شاء الله واحد الضيفه، واحد المتبعه اللي عزيزه عليا، تعرفت عليها صراحه غير من التليفون، متبعه جارتي قريبه ليا، غادي ان شاء الله عندي حيت هي. المهم هاد الفيديو هذا كنهضر لكم دابا انا من بعد ما داز هادشي، اما الفيديو راه باقي ما عرفتش انها غتجي عندي في هاد اللقطه. هنا البنات غادي نعمر اتاي، وقلت اجي نشارك معكم باش تفهموا. بزاف كيقول ما كتبغيش تشلي، واحد البنت قالت لها كاع راه ما كتبغيش تسمع الهضره دنيا. لا ما كنبغيش ما بغيتش نسمع الهضره البنات، بالعكس النصيحه راه زوينه، غير انا مولفاش كنشل الاتاي ما كيعجبنيش. ما دابا بلات بني شللتو والله ما شربتوش، ما عجبنيش ما عرفتش علاش شللتو وصافي وعمرت اتاي. انا البنات صراحه ما نكذبش عليكم 4011 كنشلو، ما عرفتش علاش هذا تاي اللي بالضبط عندي انا المقراج وداك الشيء ما كنشلوش. وبديت كنعمر البنات صراحه هذا البراد الكبير في رمضان، لان داك الصغير ما كيقدنيش اختكم، كنستهلك اتاي ديال بصح، كنستهلك اتاي كنبقى نشرب نشرب نشرب، وعارفه خايب وكنهلك الصحه اختي، ولكن ما عندي ما ندير هذا ما كان. بغيت نعاود لكم اش وقع ليا اليوم البنات، والله الا عرفتي شنو نقول لكم، غنعاود لكم. المهم غنعاودها لكم في الاخر وغتفهموني. هانتوما البنات صافي هنايا راه تشحر ليا اتاي النعناع، ما كنبغيش نديرو دابا حتى كينطفي على البراد. هانتي اختي صافي دابا غنزيد النعناع. دابا النعناع راه ماشي كثير حيت ورق ومطلوق في ديك الشبيكه غيبان لكم كثير. صافي البنات وغادي نفطروا ان شاء الله، حتى انا اللي قسمنا الحمد لله يا ربي. دوك الفطائر الصراحه البنات كيجيو زوينين كيجيو واعرين، عرفتي شنو نقول لكم. انا بنتي قالت لي ماما ديما كنصايبهم ليها، قالت لي ماما هاد المره صرعتيهم قالت لك جاوا واعرين. وانا بنتي ملي كتقول لي واعره في حاجه كنثق في الذوق ديالها في الذوق ديالها. صافي هذا ما كان. غادي المهم البنات بغيت نعاود لكم واحد الحاجه وقعت ليا، وقعت ليا اليوم وحكموا اختي بالحق، شوفوا شكون الظالم. البنات انا راكم عارفيني ملي كنبغي نقضي شي غلط كنشد الطاكسي، مني من الناس مني من كاع الناس. كتبغي تشدي طاكسي كتمشي المهم طاكسي حمراء وقع ليا مع هذا المشكل هذا ياكو. باغا نبان معاكم وشويه نكمل معاكم القصه باش تفهموا. اخيرا اختي ساليت، اخيرا اختي جلست، اخيرا اختي قدرت يلا شفرت واحد الدقيقه نجلس نرتاح فيها مورا الفطور. صليت الناس التراويح ديالي وجلست هنا وانا نقول اجي نهضر مع البنات. ما نكذبش عليكم بصراحه، غسلت البعض ديال الفطور، خليت انا راكم عارفيني انا ما كنديرش السحور البنات صراحه ما كنديرش السحور، داكشي اللي انا كندير فطور
كما كيقولوا فطور وسحور. وبعد المرات هاد الايام الاخيره وليت كنزل الطبله كامله كنحط فيها الفطور والسحور وكنبقى حداهم، سواء كندعس سواء كنغطي بواحد الزويف صافي وكندعس. دخلت لكم ليش لا سلام لا كلام. المهم راكم عارفين وريتكم البنات الفطور، بديت معاكم عمرت بلا ديال الاتاي. المهم فطرنا اللي قصر الله الله يجعل بركه. وشنو نقول لكم شي حاجه بغيت نقول لكم اصلا جات هاد المقد هاد اللقطه هذه ما عيناش. المهم غسلت الماعن اختي جافيل ضروري عطيني الماعن سبحان الله ديال رمضان. انا بعدا هو الماعن ديال ديما انا كنغسل، ولكن ديال رمضان مع كيكون كثرت داك الخرقوم واخا غير العرق داك الشيء كيكون ضروري. اختي جافيل ضروري ضروري شوفوا يدي عرفتي يدي تخلعت ولا شتي وانا نتخلع شوف ناري يدي مابقاوش دياولي انا عندو انا عرفتي تخلعت البنت ولا شوف 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 اختي صافي عرفتي حيت جافي في واحد البرودويات خطيرين كيكمشوا الايدين هانتي كيكمشوا الايدين حتى يدي كيولاو في الحقيقه راه كفس من الكاميرا شوف صافي. ودوزت البنات واحد الطبيبه الزربيه كنقول لكم شنو شنو درت حيت ما صورتش معاكم العكز راه العكز البنات صافي عكزت. وهذا واحد جارتي مسكينه كتقول لي مسكينه خرج لك الزبل الله يجازيها مسكينه بالخير بعد اعزكم الله كتصيفط ليا ميساج كتعرض ليا كتخرجوا ليا قالت لك حيت ما كتخرجيش بالليل حتى انا عارفه اني قالت لي دنيا عارفه كسطل ما خصوش يبقى عندك في الدار كنجمعوا في ميكا وكنبقى نتحرك فحافظاني. ايوا اختي دابا جالسه وانا نقول اجي علاش ما نوضش ندير مع البنات واحد التحليه كانت صراحه زوينه غنبارطاجيها معاكم نتمنى ربي نتوما تجربوها. وغادي نحط لكم ان شاء الله البنات فيديو كل نهار يا ربي نقدر البنات يا ربي نقدر نحط لكم فيديو كل نهار. راه ماشي انا اللي ما كنبغيش دابا كاين اللي كتقول لي ما كتبغيش كاين اللي ولا واحد التعليق جاني قالت لك انت قالت لك دابا انا فهمت السطه معاك قالت لي محتاجه وما كتحتاج فيديو كل نهار. راه البنات اللي كيفهموا اللي حاسين اللي راه عارفين راه عتي البنات ما عنديش كونيكسيون راه ماشي ما عنديش كونيكسيون زعما كنخلصهاش راني مخلصاها ولكن والو الورقه هنا بغيت نوريكم الورقه ولا البنات ما كيبغيش يخدم ليا درت تعبئه البارح درت البر عطيتي 50 درهم البنات عطيتي زايده فك ودرتها تعبئه ومشات ليا في دقيقه عرفتي. وليت كنسول صحاباتي قلت لهم قالت لي دنيا راه التعبئه ما عمرك ديرها قالت لي راه كتمشي في البلاصه يا اختي هذا ما كان. المهم انا كنبقاو نسرسب ليكم كنبقاو نعاود ليكم. ومهم غتوصلني ان شاء الله واحد الحاجه بعد واحد المتتبعه ما عرفتش واش اليوم ولا غدا ولا المهم هي ما قالتش لي امتى قالت لي عطيني العنوان ديالك وداك الشيء انا فمي كيكون قلت لكم اللي كاين انا ما عرفتش شنو هو قالت لي موجدك واحد المفاجاه وما عرفتش شنو هي المفاجاه هذه. انا كنتسنى المهم انا ما قالتش لي انت بالضبط ولكن جيت نقولها لكم ما حدي جالس كنسرسب لكم راه شوفوا انا راه كاع ما كيفاش انا كاع ما تستجوبوا انا غير حطيني حداك نعاود لك كلشي اللي في قلبي نحطو لك ما عليناش صافي. البنات دابا كما قلت لكم غنوض نصاوب واحد التحليه وغنبارطاجيها معكم هي اللي غنديرها للسحور. باقي عندي البنات صراحه فوق الطبله باقي عندي بيتزا وواحد البطبوط كنت صايبته كيجي البنات صراحه زوين حتى هو غنشاركو معاكم غنوريكم البطبوط. هذا البنات البطبوط خلي يضحكوا عليا البنات هذا البطبوط درتو بالزعتر كيجي البنات واعر ها نتوما البنات كيجي واعر صراحه زوين حتى هو غنبارطاجيه معاكم كل مره بارطاجي معاكم حاجه. والبيتزا حتى هي البنات والله الا باقا كتصنط ليكم هانتي اختي جالسه كنتحتت مع خواتاتي نسيت راسي غير ديك التحليه قلت اجي علاش ما نديرهاش باش نبارطاجيها معاكم والا ما كليناهاش اليوم نخليها حتى الغدا في الفطور ان شاء الله لبقينا في الحياه وندير ونفطروا بها حتى 4 ديال الدقائق. يلا صحباتي ان شاء الله انتم معايا اهم حاجه حيت عيا الروينه غسلت الميعنات شطبت البيت خرجت اعزكم الله الزبل حتو راكم عارفين داك النهار كان ملي داك السطل كيعمر في العشيه كيخصو يتخوى غسلت الماعن واخا اختي ديها انتم طايبين وما نقدرش ندير الكريم حيت قالوا لك في العده ما خصكش ديري الكريم ما خصكش ديري لا ريحه لا كريم لا حتى شي حاجه. شوفي اختي ديا داك النهار تحرقت من الفران وما قادره ندير حتى شي حاجه ما عليناش احكا عرفتي البنات هذا زوين هذا صراحه البنات زوين كنسبح به غير كتبغي زعما تعرفي فين وصلتي. اما راه عندي هذا عندي البنات هذا ولكن كنفضل هذا زوين هذا زوين هذا ولكن زعما هذا كنبقى غادا في الطريق ونسبح وهذا انت كنت غادا مع صاحبتي كنت فين الجوهر ياك مشينا الجوهره ما عرفت كتبغي تقدا شي حاجه
وهي تاخذوا لي معاها، خدات لي هذا، انا اللي اختاريته هزيته قلت نخلصو، قالت لي ما تخلصيش اختي. كانت تحرج، ما بقيتش كنبغي بس كاع نشوف شي حاجه تعجبني، كنخاف كنقول اختي نكون بوحدي وناخذ الا عجبتني شي حاجه وناخذها، حيت كناخذ ديك الحاجه كتقول لي والله تخلص انا ما تخلصيش. يلاه البنات جريو عليا، نظن ان شاء الله نصاوبو التحليه وانتم معايا. روح عليكم صحباتي. تخيل باش غيوقع عليا اليوم، شديت طاكسي خاوي، طاكسي طاكسي ماشي ساكن كانت راكبه فيه ديك السيده، خاوي راكبه فيه، انا ركبت انا وبنتي شدينا الطاكسي، قلت ليها فين باغا نمشي، قال لي مرحبا. دابا شوفوا واش غيوقع وشوفوا الحقره وشوفوا قله وكينقص منك الانسان لهاد الدرجه. مشينا واحد المسافه باقي ما خرجتش من البلاصه اللي انا شديتنا الطاكسي، طلعت واحد المهم راه المهم ديك البلاصه اللي وقفت فيها خرج منها شويه، غير هي باقي في نفس الحي، غنقولش لكم بنت المؤمن راه في سيدي مؤمنيت، باقين في الحي غير هو باقين في هذا الحي ديال سيدي مؤمن غير هو الفوق، جيه الترامواي من الفوق. صافي ركبت معاه قلت لي فين انا غادا، طلع واحد السيده حداه ركبت حداه، السيده ما شاء الله مقاده زعما انيقه لابسه حويجات، المهم داك راكم فهمتوا لابسه حويجات زوينين، السيده مرتبه ما شاء الله تكون غادا لشي خدمه ولا هذا، المهم ما دارت لي والو، ولكن هو التصرف ديالو ما عجبنيش. ما حيتك شي قالت لي فين باغا تمشي، زاد بيا واحد شويه ويقول لي ضرب بيا واحد المسافه، عاوتاني يقول لي اختي هودي عافاك ما غاديش للبلاصه اللي غادا ليها. قلت لي ما فهمتك شنو قلتي، ما قلت لي ما سمعتكش، قال لي هودي بحالك انا غادي غنوصل السيده فين غادي تمشي، انا ما غاديش لديك البلاصه. قلت له ولكن اخويا حشومه عليك طلعتيني ومعايا بنيته صغيره والحراره، واليوم البنات كانت واحد الحراره، واحد الحراره يا البنات اليوم كانت ما شاء الله، واحد الحراره اليوم كانت، وكان البنات عندي واحد بلا ما نشك والله كان عندي واحد المشكل في الدار حليته، عتي بزز من الصباح وانا نجري، الحمد لله حليته في الاخر، كنحمدك يا ربي ونشكرك، ملي كتكون نيتك زوينه وقلبك طيب ربي ما كيخيبك، شو كيوقف لك ولاد الناس في طريقك. ايوا يا البنات قلت لها ما نهول كي حشوم عليك اسيدي، وصلني قلت لها راه ما كاينش دابا الطاكسيات وسط النهار هذا والقايله، قال لي هودي لا عرفتي. صراحة قلت لي حسبي الله ونعم الوكيل، وبقى عليا علاش تقول لي حسبي الله ونعم الوكيل، علاش هادي عرفتي شنو نقول، قلت حسبي الله ونعم الوكيل، واش البنات انا ظالمه، واش انا اللي شاد الطاكسي في الاول. قلت ليه سير، قلت شوف، قلت ليه انا دابا ما غاديش نقول لك حق البيض لابس البيض، قلت ليه انا كانسانه بلا بيض كانسانه تعديتي عليا، انا خليتك لله سبحانه وتعالى. عرفتي البنات شنو نقول لكم، شحال بكيت بكيت بكيت، جلست البنات في الطروط وعرفتي في الشانطي، والله الا الشانطي جالسه فيه وكان بكي، وجلست حدايا بنتي وكان بكي، لان قلت شوف هذه راه الحقره شنو هي، تهودني انا طلعتيني انا الاولى وتهودني باش تدي واحد السيده اخرى، والسيده واخا داك ما دارت ولا ردت فعل بسيطه، ولو تقولي حشومه راه هي اللي كانت طالعه الاولى، زعما تعدى عليا البنات صدق دابا واحد المسافه، ما بغاش الطاكسيات يوقفوا ليا في ديك البلاصه، الدنيا كتصفر، ومشيت البنات ضربت ضربت المهم على رجليا واحد المده، عاداش لقيت واحد ولد الناس مسكين عاودت ليه هادشي، قال لي وكانك تدي الكوميساريه، قلت ليها فيها الشريف اختك غدا زربانه عندي ما يتقضى، ونبقى هكا زعما نبقى في المشاكل ما كاينلاش. اصلا البنات انا دوزت واحد النهار طويل، المهم راه درت واحد اللايف البنات اللي غيكون معايا في اللايف غيفهموا على قبل ما وضو، اختكم رجعتو بلا اله الا محمد رسول الله، الحمد لله على كل حال. صافي البنات المهم شنو نقول لكم، جمعت راه هضرت معاكم قبيله ملي جلست، جايه عندي واحد الضيفه قالت لي حتى علمتني على غفله، قالت لي دنيا نجي عندك دابا، هي قالت لي الصراحه قالت لي شوف نقدر نجي عندك اليوم ولا غدا على حسب راجل اللي يجي من الجامع بكري ولا لا. ايوا سبحان الله شويه علمتني البنات، نط كنجري ومع العلم كانت الدنيا مجموعه، ونط مع رونت الدنيا مشيت انا جمعت الصالون الفطور هذا البنات، هذا راه السحور ديالي مخلياه هنا، من الفطور كنتسحر انايا، العصير غندخلو للثلاجه، الكوزينه الحمد لله مجموعه، المويعنات نقيه الحمد لله يا ربي، يقدروا يبقاو لي غير ديال السحور نغسلهم من بعد، صافي هادشي اللي غادي ندير. صافي المهم طلقت شويه ديال العود البنات، طلقت شويه ديال العود باش تعطي ديك الريحه، تجي السيده تلقى ريحه زوينه، زعما يكون هذا باقي فيه باقي خد باقي سحور بصح ما بقاش واقيلا الفاخر. هانتي شعلي شعلي باش بنتي كتريح البنات، باش تعرفوا بنتي كتحمق على الضياف، دي كدير بنتي في الريحه، كدير في الريحه اسراء، فرحانه يا البنات فرحانه، كدير في الريحه يا اختي كدير في الريحه. يلا البنات ان شاء الله انتما معايا يلا، المهم المهم ما كتبانش هي الصراحه ما كتبانش،
غير ما عرفتي الا بغات الصوت يتسمع ولا شي حاجه، ما بغات صافي راه ما شفتوني ما شفتكم. البنات جات عندي متتبعه ديالي، ولكن ما جلستش معايا بزاف لان راجلها كان كيتسناها بالطوموبيل، كانت زربانه. عرفتي جات البنات غير سلمات عليا مسكينه، جلست شويه تمشي. صراحه كنفرح ملي كيجي عندي شي واحد والله العظيم. هنا غنصاوب معكم واحد التحليه البنات كتجي زوينه وسهله. الطرو تاع الحليب البنات قسمته كل نسيتو درتو في كاسرونه كما كتشوفوا. هاد الكاسرونه صغير درت فيها 3 المعالق ديال الكريم باتيسير، 3 المعالق ديال الكريم باتيسير البنات ركزوا معايا. المهم ما كتعرفش ولا كتعرف راه عادي. هانتوما هاد الكاسرونه فيها 3 المعالق ديال الكريم باتيسير مع نسيتو ديال الحليب، 3 المعالق ديال السنيده. كنحرك داكشي مزيان وهو بارد، كنحرك الخليط وهو بارد. المهم حيت بزاف ما كيفهمونيش راه كنهضر عادي، راه واقيلا كتزربوا الفيديو ولا شي حاجه. ها انتما نبدا نحرك في داك الخليط بارد وغنخليه على جنب. ها انتما المهم ركزوا على جنب اختي، انا بغيت نولي من دوك الطباخات اللي في التلفازه، وخليوها اختي على جنب. هنا غنحتاج البنات اي نوع ديال البسكوي عندك، انا عندي هيرنيس نسيت رد الحليب الاخر، غادي ندير فيه يعني واحد الكميه لا باس بها ديال هيرنيس ولا ديال المهم شي بيمو هكا، سواء مربع سواء مدور. ها نتوما شفتوا كيفاش درت ليه. وهنا راه الكريب باتيسير مخليه حتى هو، بغيت نشرح لكم باش تفهموا. صافي داك هيرنيس مع الحليب، ما غاديش ندير السكر حيت هيرنيس حلو. صافي وغادي نشعل البوطه وغادي نديرو يطيب، غادي نخلي الحليب وهيرنيس يغلاو يطيبوا حتى يغلى تطلع معاه الغليه، غادي نحيدو. هادي واحد التحليه البنات صراحه كتجي زوينه. انا دابا راه كنشارك معكم هاد التحليه والوقت معطل على قبل السحور ان شاء الله، باه محتاجه للسحور لان انا في السحور ما كندير والو، داكشي ديال الفطور. البنات صافي راه البسكوي والحليب شوفوا عتي واحد الريحه كيعطيوها، كيفكروني ملي كانت بنتي صغيره كنت كنعطيها سيريلاك بحالو. الله يا اختي على ريحه. صافي دابا البنات راه غنطفي عليه غلا، هذا غير البسكوي. البسكوي الحليب ما درت لا السنيده الاولى، انا البسكوي حلو ها هو هذا. صافي هذا البنات هكا خليته غير باش تزين، غادي المهم غتشوفوا الطريقه اللي غادي ندير. ها نتوما غتفهموا هذا البسكوي فين هذا الحليب والبسكوي فين غادي نزيدهم. غادي نزيد عليهم هذاك الكريم باتيسير والحليب اللي درت قبيله السنيده، درت 3 ديال المعالق ديال السنيده الحليب وسميتو، درت ايطرو هنا وايطرو هنا، نسيطرو هنا نسيطرو هنا. المهم هو كان عندي ايطرو درت نسيطرو. المهم نسيطرو البنات في هاد الكاسون، نسيطرو في هاد الكاسون. سمحوا لي غادي نوريكم بحال هكا بايد وحده، لان البنات راكم عارفين ايد وحده كنصور بها، وايد وحده غنبدا نحرك بها. ها انت اختي شوفي دابا غادي نشعل عليه عاوتاني البوطه. دابا هنا كاين البسكوي والحليب والكريم باتيسير والحليب، المهم راه شتوني خلطت هادوك بوحدهم، راه تفهموا كلشي. هنايا كان البسكوي والحليب بوحدهم طابو تغلاو، وتما كانت كريم باتيسير والحليب باردين ودرت معاهم معلقه ديال السنيده، وبقاو تما حتى طاب ليا البسكوي وزدت عليه الكريم باتيسير بارده مع الحليب، زدتهم فوق داك البسكوي. دابا غادي نشعل البوطه، بلاتي نشعل البوطه البنات. دابا شعلت البوطه ها نتوما، ودابا غادي نبدا نحرك. يغلى غير ماشي غير يغلى غير شويه وغادي نحيدو. صافي وغادي نديرو ان شاء الله في الجبيبنات ونوريكم الطريقه. بنتي انا قالت لك ماما بغيت اوريو، انا نقلب واش باقي عندي واحد اوريو، قالت لك بغيتكش تزينيه ليا بهذا، قالت لك زيني ديك، انا بغيت ديالي باوريو. نقلب اختي على اوريو، انا دايره اصلا على قبلها. ايوا اختي ندير لها خاطرها. صافي اختي شتي ها انت، عطي واحد الريحه، واحد الريحه يا البنات كتشهي. يلا ها انتما معايا شديت البنات هاد البسكوي، هرمشتو غير بواحد العصا داك ديال المدلك في ميكا ولا في زيف. صافي البنات وهنا كنفرقو في جبيبنات، درت البنات الصراحه جبيبنات كبار، انا تعمدت نديرهم كبار لان اصلا ما عنديش جوج صغيرين، الافضل يجيو في هادو كبار، وهادو راه ماشي شي كبوريه غير كيبانو هما بينو بين، ما هما كبار بزاف ما هما صغار بزاف. صافي ودابا غادي تشوفوا البنات غادي ندير. بلاتي دابا غادي نبدا هنا فرقت بعدا كل جباني درت فيها شويه ديال البسكوي، ودابا غادي نبدا نخوي هذا الخليط اللي شفتو اللي طاب، غادي نخويه ان شاء الله في الجبيبنات. المهم انا شوف هاد الطريقه عجبتني هي، راه كديري واحد الطبقه صغيره وكتعاودي تحبسي وكديري بسكوي وكديري طبقه اخرى. انا البنات ما بغيتش ندير هكاك، انا بغيت ندير هكا عجبني
قلت غادي ندير هكا صافي بركه ونزوق الفوق البنات ودخلتهم بحال هكا للثلاجه. ومن بعد ما بردوا زوقتهم وبردوا دخلتهم الثلاجه صافي. وملي وصل وقت السحور سحرنا بهم وانا غنبارطاجيهم معاكم قبل ما ندخلهم الثلاجه حيت عارفه راسي يقدر ثاني البنات يغضر بيا النعاس ولا شي حاجه وما نصورهمش ليكم. شوفوا الطريقه اللي درت الطريقه هذه عجبتني في الزواق خاطر هاد هيرنيس كنلاحظ كنشوفو حتى عند صحاب المحلات كيبيعوه كيزوقوا به. هاد اوريو اختي قالت لك بغات هي اوريو انا درتهم باوريو هكذا. المهم شوفوا البنات شوفوا الزواق غير قبلوا انا كما كنقول لكم ومن الداخل زوقتهم بهيرنيس في البيان في داك اللون. غادي ندخلهم البنات هكا للثلاجه وملي غيبردوا غادي نبارطاجيهم معكم الافضل حيت البنات بغيتهم حتى يبردوا باش يبان لكم كيفاش كيجيو. وغنمشي دابا ان شاء الله البنات نغسل المعينات ديال السحور حيت غادي نتسحروا دابا حيت مشى الحال. واش بغيت نقول لكم انا بنتي كتنعس البنات الصراحه بكري ما كتبقاش سهرانه معايا والمعن ديال السحور بعض المرات كنخليهم حتى الصباح. ولكن اليوم قلت غادي نغسلهم دابا لان الصراحه في الصباح ما كنعرف اش نشرب. شوفوا هاد الدنيا هادي ما كتعرفش كيخرج لك فيها فقلت نغسل المعينات عشان نحيدهم عليا باش غدا كاع الى كتب شي حاجه خرجت هذا درت ولا شي حاجه زعما نلقى الدنيا مرخوفه الحمد لله فهمتوا. ماشي بحال ملي كتكون الدنيا مبلوكيا عندك بالروينه وداك الشيء. ما شديوش عليا جاني واحد الميساج قريته صدمني. صافي اختي غنغسل ان شاء الله المعينات ديال السحور وغادي نجبد ديك التحليه. المهم هادو ما عليك كتشوفوا ديال السحور يلاه تسحرت دابا ياكو ولكن باقي الحال انه يؤذن. وواحد الحاجه اخرى انا البنات ضروري ناكل الماكله زعما ناكل هكا غير شي تحليه بلا ما نكون واكله ما نقدرش. دابا كليت اختي وموراها ملي غنسالي اختي المعينات ديالي غنمشي نجلس ناكل التحليه اللي غادي نجبد ان شاء الله من الثلاجه وغنبارطاجيها معكم كيفاش كتجي ملي غنجبدها من الثلاجه وصافي. وغادي نشرب الماء اختي ديالي وغادي نصلي صلاتي. المهم التحليه ناكلها بوحدها في السحور لا الا ما عاد انا بعدا هادشي كيجيني حيت حلوه بزاف كنبغي شي حاجه اللي تقعدني نسي حاجه ديال الماكله هكا اللي تبقى معايا النهار كامل. صافي اختي هذا ما كان من بعد حيت الحمد لله عليا المواعن عاد ملي كنحيدو وكنفيق الصباح راه بعتي راه كنز كنز كنفرح نقول الحمد لله البارح حيدت العكاز ونط غسلت مواعناتي كنقول دابا تخيل يكون بقيت جالسه ويلاه دابا غنفيق نغسلهم حيت انا البنات كنوض كيخرجوا ليا شله مطرقه كاع المطرق ديال الدنيا كيتلاحوا عليا. ايوا الحمد لله اش غادي الانسان ديال الحياه ضروري اختي ما يمكنش غادي تكون حياتك تكون ما فيها والو راه ماشي حياه ضروري اختي شويه ديال المعاناه شويه ديال البكا شويه ديال الضحك شويه ديال الفرحه شويه ديال القلق شويه ديال التوتر. ولكن هذه هي الحياه هذه هي الحلاوه ديال الدنيا. الا كانت حياتك زوينه بزاف فوق القياس صافي ما كيبقاش عندها معنى حيت هذه هي الحياه الامتحانات. المهم راه في الاول الفيديو قلت لكم داز عليا واحد النهار اللي زعما صعيب بزاف سواء من مول الطاكسي سواء من داكشي اللي وقع ليا. المهم و حتى صراحه مول الطاكسي اللي فقصني فهمتوا فقصني البنات واحد الفقصه ما نعاودش لكم. اما حتى داكشي ديال الموضوع الحمد لله قدر الله ما انا ما بيدي والو ما ذنبي حتى شي حاجه في هادشي والحمد لله انا حليت المشكل والحمد لله رجعت كلشي زعما كندير مجهودي والكمال على الله. فاختكم صافي نهار داز عندي طويل وعريض اللي غيعرفوا هادشي بزاف هما صحاباتي كهذا في الاول في الواتساب بغا يفهموني حيت هما اللي كيسولوا فيا دنيا فين كذا غيعرفوا جاز عليا عطي اليوم ما نعاودش لكم. داز صعيب بزاف بزاف والله صعيب ماشي ساهل. اليوم تجمعوا عليا جوج حوايج البنات في دقه واحده ولكن الحمد لله هذه الحياه. الله يجعلها ان شاء الله مغفره الذنوب والله يدير لي تاويلة الخير ان شاء الله في اسرع وقت. صافي البنات غسلت المعينات هاد لابابو ديما كيتسد ليا ديما خصني نحلو ومع العلم انه داير زعما ماشي دايز في القادوس اللي نشعل لا واحد البنت قالت لي ديري السطل ما يمكنليش ندير السطل حيت القادوس لاصق من المهم ما غتفهمونيش تيو طويل لاصق حتى الارض ما يمكنلكش تخشي السطل ما كاينش كيفاش تخشي السطل. هذا هو المشكل اللي مخليه ديما كتعمر لي الدنيا وديما والله العظيم. هذا ما كان واحد الوحده كتبت لي واش هذيك بعدا كوزينه قالت لي ما كتمرقيش ملي كتصوريها حتى هذيك نسميوها كوزينه. هذاك التعليق ولفت بحال دوك التعليق ديال واش هادي كوزينه واش ما كتمرقيش هادي نسميوها اختي كوزينه. الحمد لله هزه ليا شقايا وهزه ليا زريا اختي روينتي والحمد لله مرتاحه. صافي اختي جبدت التحليه هنا البنات جبدتها غير باش نصورها لكم وغناخذ واحد والناس هانتوما البنات تشوفوا صراحه كيجي زوين. كاين البنات ديال اوريو ديال المهم انا زوقت بهذاك البنات الجناب اوريو هانتوما غتشوفوا كيفاش درت ليه والاخر غير دورته هكا. هذا ديال اوريو شديت اوريو طحنته ودرته في الجناب. هذه راه غير على انا مثلا انا اللي زوقت بحال هكا اما راه كل وحده والطريقه اللي غادي تعجبها. عرفتي البنات درتهم في الثلاجه خرجوا زوينين وكيبقاو البنات
بحال الجيلاتين كيبقاو مجموعين. ما نسيت ما حليتش لكم وحده زعما خديت منها شويه فهمتوا داكشي مشكلة. البنات كان عليا نجيب معلقه ونوريكم كيفاش كيجي. هو البنات كيجي بحال هو راه فلوني كيجي فلون عرفتي كيجي شاد في راسه ماشي زعما كيجي عاقد ولا كيجي فلون كيجي جامد وكيجي صراحه زوين. ونتمنى يا ربي تجربوه اكيد لا عجبكم. البنات راه كيجي زوين واقتصادي و احتاج شويه البنات غير الحليب. اما الا كان عندك الكريم باتيسير في الدار وكان عندك السنيده وكان داك الشيء مزيان، ما كانش راه مهم. السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه صحباتي.